ما احنا اصلنا فتحناها لومان. يا ريت يا جماعه نحافظ على هدوءنا مع بعض، كفايه لحد كده. انا برضو شايفه ان انتوا لازم تسمعوا كلام حسين، ما هو بقى كبير العيله. سامعين التلقيح؟ ما كانش فيه لزوم للاستقبال الحافل ده. صباحه على خير. وانتي من اهله يا حبيبتي. انا شايفه ان انتوا كمان تتفضلوا ترتاحوا وتناموا، مفيش داعي للاحراج. انا مش ضيف، انا صاحبه بيت. يا بنت الجنيه مش سهله برضه. دي رجعت وانا كانها عملت حاجه. ما هي ما عملتش حاجه فعلا يا عزه، صدقت ولا ايه؟ ده بالنسبه لنا احنا، انما بالنسبه لها هي جوزها اللي بتحبه مات. طب تبين شويه زعل على الاقل. يا عزيزي الزعل في القلب. الحقيقه دلوقتي ما بقتش تقف على حد، لا فهم السيوفي ولا منصور السيوفي ولا اي حد. اللي انا مستغرب له قوي، ايه اللي يخلي خالد نوح ده يرجع المسرحه ويدور على الجثه من تاني؟ ده احنا ما صدقنا خلصنا. دماغه عماله تودي وتجيب، عامل فيها شيرلوك هولمز. ولا هو في حد فتش السر يا عزت؟ حد زي مين؟ السر ده ما حدش يعرفه غير اتنين، انا والبرنس علاء، واحنا الاتنين زي ايديك الاتنين الشمال واليمين. يبقى حد مين؟ معلش انا حذرت سيادتك كتير من حكاية العصاية دي. دي مش مجرد عصاية يا عزت، دي رمز المجد عيلة السيوفي، حاجة كده انت عمرك ما هتفهمها. طب الحاجة اللي انا مش هفهمها ومش عايز افهمها مهمة لدرجة انها تكون السبب في كشف كل اسرارنا؟ مفيش سر بيفضل سر طول العمر، اي سر مهما استخبى بجيل يوم يتعرف. يا منصور بيه، انت دلوقتي مش منصور بيه ومالكش اي علاقة بالسيوفي، يبقى ايه لازمتها دي بقى؟ قلت لك مش هتفهم، خلينا في موضوع بيع القصر. هتقنعهم ازاي؟